نعم سيدي أعزك الله، يتشرف بالمثول بين يدي جلالتكم نصركم الله أعضاء حكومة صاحب الجلالة في صيغتها الجديدة، السيد عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية. الله يبارك عمرك سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرجع لك قالك سيدي. السيد ناصر بوريطة وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرجع لك سيدي. السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرجع لك سيدي. السيد أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، السيد محمد حجوي الأمين العام للحكومة. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرجع قالك سيدي. السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرجع قالك سيدي. السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرجع قالك سيدي. السيد محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرجع لك سيدي. السيد أمين الطهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرجع لك سيدي. السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرجع قالك سيدي. السيد أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرجع قالك سيدي. السيد يونس السكوري وبحسو وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرجع قالك سيدي. السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرجع قالك سيدي. السيدة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرجع قالك سيدي. السيد عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرجع قالك سيدي. السيدة ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي،
الله يصلحك وردع القلب سيدي. السيد عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجيستيك. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك وردع القلب سيدي. السيد محمد المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك وردع القلب سيدي. السيدة نعيمة بن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك وردع القلب سيدي. السيد عبد اللطيف الودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك وردع القلب سيدي. السيد كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك وردع القلب سيدي. السيد فوزي القجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك وردع قلبك سيدي. السيد مصطفى بيتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك وردع قلبك سيدي. السيدة أمل الفلاح السرغوشني الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك وردع القلب سيدي. السيدة زكية الدريوش كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك وردع القلب سيدي. السيد عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك وردع قلبك سيدي. السيد أديب بن إبراهيم كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك وردع قلبك سيدي. السيد هشام صبري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك وردع قلبك سيدي. السيد الحسن السعدي كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك وردع قلبك سيدي. السيد عبد الجبار الرشيدي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك وردع قلبك سيدي. أقسى
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ولملكي ولوطني وأن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة وأن أخدم الصالح العام صاهرا على سيادة المغرب ووحدة ترابه. وعقب هذه المراسيم أخذت لجلالة الملك صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة.